الساعة 11 على التردد 91. زي ما أسلفتك بيل في بداية الحلقة دي إنه حيكون معاي ضيف قوي وملهم ومحارب إذا جاز لي التعبير. وهو محارب وتقريبا هو محارب لأسوأ عدو ممكن يكون يواجه البني آدم على وجهه البسيطة. يعني عدو يصيبك بالإحباط والثقافة العامة عندنا في السودان أول ما تكتشف هذا العدو تصاب بالإحباط وتظلم الدنيا في عيونك وتبقى عبارة عن زول ميت لا حي باعتبار أنك فقدت الأمل. ما فعله ضيفي هو أعلن حرب ضروس، حرب في الند للند مع مرض السرطان وتحديدا سرطان القولون. إذا أنا قلت التشخيص صحيح يعني هو أخصائي اجتماعي وناشط إعلامي وهو حاصل على بكالوريوس اجتماع وخدمة اجتماعية وحاصل على دبلوم مهني في التخاطب مجال الإعلام وعمل لمدة 8 سنوات في مجال الإعاقة ومبادر في إنشاء عدد من المنظمات التطوعية. وبشكل عام تجده في أي منظمة هو ناشط وموجود وبيده بفكره بكل ما أعطاه ربنا من قوة. يعني هو مبادر ونشط يهتم بالآخرين بكل أشكالاته سواء كان إعاقة أو الآخرين لظروف ماء سيول أمطار هو حاضر وموجود. أنا سعيد جدا بأنه يكون معي صديق حبيب وليد عثمان النجر. السلام عليكم. السلام، كيف يا ازيك وليد؟ شكرا لك وشكرا على الاستضافة. الله يديك العافية يا رب. وأنا حبدأ يا هو من كلامك يعني اهتمام بالآخرين، هم الآخرين ذاتهم بالنسبة لك سند نعم كبير، يعني كلنا نعم بنشايل بعض، يعني أنا مختبر الحياة كده مشايلة. صحيح، والناس بالناس زي ما بالناس بالناس. صحيح. السرطان بدأ معك 2015. أيوة. نعم. شفتوا كيف أول حاجة؟ هو في أعراض نعم. ظهرت علي اللي هي مختصة بسرطان القولون اللي هي من ظهور دم. أيوة. مع البراز. وبرضو يعني سوء حظ. نعم. وفتور شبه دائم. نعم. ونقص في الوزن. يعني دي الأعراض الشائعة. واللي هو ظهور لحميات بشكل واضح في القولون. في القولون وأيوة مستقيم. فهي دي المؤشرات الأولى كانت. نعم. وطوال يعني الحي الكويسة إنه الوعي بتاع حتى الحواليني يعني هو ساعدني جدا إنك تعمل تشيك طوال. أيوة يعني. نعم. من تمت يعني التشخيص الأولي كان أقل من أسبوع. نعم. وتاني عملنا تشخيص دقيق بشكل كامل استمر لمدة شهر. نعم. لأنه السرطان شوية يعني هو مرض فيه معقد شوية. فمهم. نعم. الناس تفهم التفاصيل عشان كده أنا سألت السؤال ده والمقصود به الحلقة دي يا وليدي والله بصراحة والتوعية. أيوة يعني أيوة. لأنه أنت زول لسي المرض ده خلاص بقيتوا أنتوا قاعدين مع بعض وعرفته كويس وهو عرفك كويس ينود عايشين فالآخرين مفترض يعرفوا ما يهملوا الكلام ده عايزه ظهور أي أعراض مفترض الزول طوال مش يعمل أيوة. يعمل تشيك أيوة. يعني أيوة. نفسيتك اكيد كانت حكايه لما اكتشفت. لا هو نفس كلامك يعني. نعم. تحس انه يعني خلاص زين. ايوه. لكن الحاجه الكويسه يعني كنت هو مسلم مش بالنهايه بانه اقاوم لحد الاخر. وده الخيار اللي اخترته انا يعني. نعم. انه انا اقاوم للاخر واصل لاحسن ما يمكن. نعم. فعليا عشان كده قمت سلمت روحي للزول المختص يعني اللي هو الاطباء. نعم. عملوا تشخيص استمر أكثر من شهر يعني أنا كنت دي فيها بنزف دم وكان فترة صعبة جدا. أيوة. نعم بتخيل دي في السودان كلها؟ لا برا السودان. يعني أكثر من شهر اللي هي. نعم. كانت تشخيص لازم يكون في تشخيص دقيق جدا لأنه. أيوة. يعني هو مرض معقد. نعم. تحتاج إنك تحدد المرحلة اللي فيها صحيح السرطان ذاته عشان تعمل البروتوكول العلاجي المناسب. نعم. فدي استمرت أكثر من شهر ودي حاجة مهمة جدا. قصة التشخيص الدقيق للمرض. نعم. اللي هو تم تصنيفه في الاخر المرحله الثالثه لسرطان القولون المستقيم اسمه. نعم. اللي هو بين القولون. شائع المرض ده والله في السودان. ايوه النسب كبيره يعني حتى في الشرق الاوسط. نعم. هو من اسباب الوفاه يعني في العشر الاوائل. نعم. ولكن بيتم تلافي الحاجه دي لو اشتغلنا في التوعيه هو نفس شغلنا الاستعداد وعن الفحص المبكر. نعم. فدي ذاتها بتغني الدوله والناس ذاته بذل مجهود واموال. نعم. طائله في العلاج. صحيح بتوفر كثير يعني انا مثلا
الرحلات العلاجية اللي هي مستمرة لحد الساعة، وممكن ياهو من شهر يونيو 2016 لحد الساعة ياها قربنا نقفل على السنتين. نعم. وتاني احتمال 3 شهور أو 6 شهور. فدي يعني اللي صرف فيها من القروش بتاع يعني مواردي أنا المحدودة وموارد الأسرة بتاعتي وموارد أسرة زوجتي أسرة. فهو بالإضافة للدعم من الجهات الدعم الخيرية وغيره في الإمارات استطيع هو قريب هنا معناه هو مرض مكلف جدا. أيوة قريب 600 ألف درهم ده يوميا ولا شهريا إلا السنتين دي كلها الرحلة دي لحد 600 ألف درهم يعني ده أضربه في 4 ولا 5 دي مبلغ كبير دي بتعمل مستشفى يعني بتعمل مركز صغير للفحص يعني أيوة واللي هو في عندك فيه انت أنا ذاتي من الاستشارين إنه يعني الورم اللي عندي المرحلة الثالثة دي ذاته اللي هو كان طوله زي 15 سنتي نعم دي ما تكونت في ظرف شهر أو شهرين تكونت في ظرف قريب سنتين اللي ورا يعني أنا قبل سنتين من ظهوره في يونيو 2016 أو شهر مايو 2015 فدي لو كان قبل سنتين اللي ورا أنا كان عملت في الفحص المبكر اللي هو بقيمة ما عالية بالضبط ده كان وفر علي أنا ووفر على تم الاستئصال او يعني في الكلام اللي بيتقال بانه سرطان اذا تم فحصه مبكر ممكن علاجه الكلام ده صحيح وحقيقه يعني حتى المراحل المتاخره ذاتها يعني اول انا في المرحله الثالثه اللي هي باختبار مرحله شويه متقدمه اللي هو من المرحله الاولى لحد الخامسه هو بيتم التصنيف لاغلب الانواع فدي ذاتها يعني ممكن علاجه لو توفرت خدمه صحيه كويسه بنظام صحي كويس بدعم وسند نفسي في ناس يتعالجوا من سرطان القولون يتعالجوا بشكل نهائي بتعرف حالات كثيره جدا وانواع كثيره غيره يعني يتعالجت وممكن تعيش به سنوات طويله جدا يعني انا بعرف عندنا قريبتنا دي ليها قريبه 30 سنه هي سرطان في الثدي وصحيح تتعالج ومتعايشه معه وراثي هو يا وليد ولا حاجه يلا هو فيه جوانب مختلفه انا اللي عندي ده اللي هو يعني حسب رأي الاستشارين انه وراثي ظاهر ظهري عمره 35 سنة نعم وده برضو جانب مهم يعني الناس ما تهمله وحتى كلام الاستشاري نصيحته لي وللأسرة انه ونس يعني طالما ظهر في عمر بدري شوية الأسرة على الأقل القريبة الصغيرة هي تعمل الفحص كامل للم. وبعدك ذاته انا يهم من السؤال بتاعي حول الأسرة الممتدة يعني في عدد مقدر عندهم يعني سرطان انواع مختلفه فهو العامل الوراثي برضه داخل بالاضافه للعوامل البيئيه الثانيه ممكن الاشعاع النفايات الطبيه عدم التخلص منها بشكل سليم دي كلها مسببات يعني يا وراثي يا بيئي نظامنا الغذائي داخل في الموضوع ده النظام الغذائي هو ما يعني الناس يعني فيه حوالينه لغط كبير جدا ومن قرايتي وأسئلتي الغذاء هو مكمل للعلاج والنظام الغذائي يعني مثلا النظام الغذائي شايفه كان صحي جدا لا قبل ظهور المرض يعني لا بشرب سجاير لا ما بسيف ايوه ولا بسيف ولا كحول السكر ده ذاته من الحاجات اللي حوالينا لغط كبير جدا لكن سؤالي وبحثي انه ما هو عامل يعني هو موضوع اساسي ما عامل اساسي يعني ايوه يعني بس بنصحوك يعني مثلا انه السكر الابيض تبعد منه للسكر الاسمر لكن ما تقف منه وكل حتى بنسب معقوله طبعا يعني ذاته في الفروقات الفرديه لازم الناس تراعيها حول اي زول يعني انا هو معتبر روحي نظامي الغذائي والحياتي هو نظام صحي جدا بعد ظهر لي ممتاز جدا دلينا نسمعك لحن على زوجنا تمام وليت عندك حاضر تسمع لا طوالي يعني حاجه عندها علاقه بالامل والتحدي والصمود جدا نسمع حنسمع ونعود معنا وليد النجر حيكون معنا لحد الساعه 11 او لحد ما ناخذ اكبر كميه ممكنه من المعلومات عن هذا المرض انا عاوز شويه ادي وراحه عشان الأمل ذاته نسمع لحن لطيف وبنجي بعد ذلك نشوف السرطان والسودان ده بقى موضوع براو تمام ندي وبرو. على الأمل والحب وال صحيح رضا طلبة لازمة لي أيوه مهم حبيبي ازيك يا غالي ازيك حبيبي ازيك يا غالي ازيك والدم كيف الحال اصبحت امس
السيف علق خفيف البال علق خفيف البال يا غالي ازيك حبيبي ازيك والدم كيف الحال اصبحت وتمسيت علق خفيف البال علق خفيف البال الندى زيك نفح الندى زيك يلفحنا بيت فوق بيت وانا ماشي في حيك النفس فيه وقبيت لبشتني ريحتك وديك اتمسى بضيك حبيبي ازيك يا غالي ازيك والدم كيف الحال كيف انك تمسيت علق خفيف البال علق خفيف البال هتفت روح القلب داخت يا بدل وقعت ما سميت إلا باسم بيفوق شميت وقمت مشيت شميت وقمت مشيت بس لحظة من بوحك حبيبي ازيك يا غالي والدم كيف الحال كيف انك تمسيت علق خفيف البال علق خفيف البال قناة النيل الأزرق لحظة حب بين المشهد والحياة لكم التحية أينما كنتم أنا ما زال معي الصديق والحبيب المحارب الأفاتار وليد النجر كلنا محاربين كلنا محاربين والله أي زول عنده معركته الخاصة صحيح وتختلف مواقع المعركة طبعا بعد ذاك وتختلف قوتك أنت ذاته نجل السرطان في السودان ودي قصة طبعا يا وليد أكيد نحكي عنه شوية تعاملنا مع هذا المرض على المستوى الطبي على المستوى الاجتماعي حتى على المستوى الفردي يعني نعم طبعا في مشكلة كبيرة عموما حول السرطان ومحتاجة المزيد من العمل في التوعية نعم اللي هو الثقافة المجتمعية حول المرض ذاته وإنه هي يعني مجملة يعني تعتبرك إنك خلاص ماشي على الغبر يعني صحيح وده كلام ما صح هو في حقيقته نعم. ومحتاج من يعني هو بسموه المرض الكعب وبتم عزل المريض و... حتى لغة ذاته ما بنقول سرطان أيوة مرض يعني الكعب بيدسوا مني بالضبط يعني بقول لك الزول تقول سرطان كده فبقول أيوة. بيحبزوا كلمة كانسر دي يعني. أيوة أيوة يعني شوية نعم. خفيفة كده صحيح ففي الوصمة الاجتماعية دي اللي هي المفاهيم الخاضعة حول المرض ذاته وطبيعته نعم. وإنه ممكن يتم الشفاء منه فدي لازم نشتغل فيها كثير جدا نعم. نعم. ومحتاجة مننا بذل مجهود وكذا صحيح وهي مربوطة بالتوعية وبالياخذ زي شغلنا الأساسي وسائل الإعلام إنها دور كبير جدا بالضبط. وحتى المناهج الدراسية أنا هسه عرفت إنه مثلا المناهج الدراسية يعني غالبا حيتم تغييرها لين يكون في المناهج في كلام في بسيط بلغة بسيطة للطلاب حول الكانسر والإيدز كلين يعني يكون بالضبط في المناهج أيوة. في كده يعني فدي بتوفر لك كثير جدا صحيح
وهي بتخلي ذاته المحارب أو المحاربة هو ذاته متقبل من المجتمع بدل يتم عزله لحد وفي حالات كثيرة جدا يعني صحيح يتم عزلهم يتم عزلهم لما يتوفوا وهي ذات العمل النفسي مهم جدا. ده كان سؤالي الجاي العمل النفسي يعني نديك كم نسبة مئوية كده يا وليد؟ والله يعني انا شايف 50% 50% للعمل النفسي وبين الخدمه الطبيه الصحيه الجيده المناسبة. دي مهمه جدا نعم لازم يكون عندنا نظام صحي يعني قوي العامل النفسي مهم يا ولي لا طبعا مهم في ناس بيزيدوا يقول لك 75% عامل نفسي انت بالنسبه لك كان كيف انا شايف الاثنين بالشايل ورايي كده نعم. لانه يعني لو عندك نظام صحي جيد وخدمات صحيه جيده وكوادر هي مؤهله نعم وعندك أجهزة طبية كويسة للتشخيص وحتى المتابعة وكذا نعم وكوادر بتاعت معامل كوادر حتى المساعدة بتاعت التغذية أخصائيين التغذية أخصائيين اللي هو يجعل أشعة غيرهم حتى عندك الدعم النفسي مهم جدا وده برضو دار متخصصين وده كلامي أنا أيوة صحيح يعني هذا اللي عملته اللي هو يعني اجتماعات خلفيتي تحت الدراسة صحيح. وال فيما يخص الاجتماع بتاعي أيوة. تخصصك يعني أيوة. نعم. انا اخصائي اجتماعي هو دي شغلتي يعني اهل نعم. الناس لكن بالطبع. للاسف يعني انا ذاتي بقيت في معركه كبيره جدا فجاه نعم. صحيح. وحتى انا ذاتي احتجتها عشان كده عاوزين نحيي يسرى يا الله يخليك يعني وحتى الدعم النفسي المتخصص نعم. يسرى هي زوجتك ايوه يسرى انا حيه جدا والله العظيم واذا عندك المايك معك انك تحييها الان على الهواء وان شاء الله تكون مشاهده ناس ايوه يعني انا من هنا بحييها كانت اكبر سند ليا نعم و يعني بجد يعني والتقبل تقبلت بشكل ربنا كبير جدا ودي حاجه مهمه جدا صحيح. التقبل من الناس القريبين لك نعم سواء شريكك في الحياه سواء الاهل نعم. سواء الاصدقاء وبرضه صحيح يعني حتى في تجربتنا مرت بين تجارب نماذج سيئه في التعامل لكن بشكل عام انا شايف روحي محظوظ نعم اللي هي العزله دي يعني ايوه بالضبط. يعني وممكن ناس يعني يصدروا لك احساس ما ظريف صحيح انه يعني عنده المرض الخبيث ده عنده أيوة الخبيث حمان يعني الله وكده أيوة الكلمات أيوة المجانيه بتتقال أيوة دي نعم يعني فهو السند من الاحبه اللي حوالينك مهم صحيح. جدا نعم وانا كنت محظوظ جدا يعني المجتمع حتى بتاع السودانيين بيرسوا التضامني نعم كان اكبر سند لي في المجتمع السوداني في الامارات نعم. يعني ساعدوني في توفير الدعم للعلاج نعم. سند النفسي حتى سؤال وحضور متواصل نعم. كان اكبر سند لي انا وشركتي يسرى ودعمنا جدا يعني تمام شديد احنا برضه حنجي بعد شويه نشوف سند الاخرين لك بعيدا عن الاسره الصغيره اللي هو الاسره التليك انت مباشره يعني أيوه. نشوف الاصدقاء كان دورهم شنو وبدايات انك تدون عن هذا المرض كان شكلها كيف مجاهد مصير سمعت تمام بخاف من شي بط خابر ذي المغتر لا بد يكون بخاف من شي برض خابر في المغتر لا بد الهم جيش داخل البياخ اللي صبر واخر إلقى عزمي التام ليه مخافر إلقى قلبي شجاع ما أبور ما بخاف من
سيور صار المغدر يا ولي يقول العدا معروف ما ببادر ما بخون الجار ما بغادر ما بقول للناس نادر بس بقول للخالق سرور ما بخاف من شيء برد صابر المغدر يا عسيت مولاي ما ركادر لا ولا عالم تجادر نفسي يا أحباب لهزاجر لم أكون كل يوم ليلور ما بخاف شيء مرضي خادر المغدر لا بريدور شاهد الزور مساير هدي روعك قبل المساير دام قبلك عميت مصاير باللساني يقول يقول رخاء أينما كنتم على الهواء مباشرة ما زلنا مع بعض. إن شاء الله تكونوا خاتين الريموت متابعين هذه الحلقة. أنا أعتبرها لكشر مجاني محاضرة مجانية في كيفية محاربة هذا المرض العضال. وليد النقر موجود معي أحد المحاربين المهمين جدا لهذا المرض. أتمنى أيوة والله يكون مهم يعني معك. أكيد أكيد نسأل الناس وانا هستلم الغنية ذات اللي بتكلم عن المغدر. لا بد يكون ايوه المغدر ما معناه انه الزول استسلم لكن هو خلاص يعني ده اللي عملته انا اول صحيح دخلت في اول فترة في الصدمة وكذا دي مراحل عادية صحيح لكن لا المغدر انك انت تواجه او ده لو اخترت المواجهة في اشخاص بيختاروا الاستسلام صحيح وانا بالنسبة لي ده خيار برضو ده حق اصيل لاي انسان لانه التجربة بتاعت العلاج غاسية جدا يعني من العلاج الاشعاعي والكيماوي والجراحة وتفاصيل يعني صعب شوية مؤلم يا ولي المرض مؤلم والله يعني المضاعفات متعبة ومرهقة لكن ما في ألم بين كده لا في ألم في العلاج يعني في العلاج تحديدا ايوه يعني حتى احتمال في أنواع يكون فيها ذاته في الأعراض بتاعته في ألم يعني لأنه طوال خيط الأطفال ايوه ده يعني ده يعني تكون حاجة صعبة جدا بالنسبة لي صعبة جدا جدا ايوه احنا معانا تجربة الو عبر الهاتف الو الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة كيف الحال مرحب بك منو معي؟ معك خويام محمد أحمد مرحب بك خويام كيف أحوالك؟ تمام الحمد لله كيف أحوالكم؟ تمام والله أنا موجود معي أستاذنا وحبيبنا وصديقنا وليد عثمان النقر واحد من محاربي مرض السرطان هو مصاب بمرض سرطان القولون بالتحديد يعني وأنا عرفت هسه من هذا الإنتاج معي إنه عندك تجربة أنت تفضلي أيوة عليكم السلام نعم تفضلي تسلم على الوحيد وليد سلم عليك وليد معك زي كيف الحال
السلام، كيف حالك؟ انت يعني رفيقة لينا في الحرب بتاعتنا وحننتصر ان شاء الله. ان شاء الله. الحمد لله، الله يسلمك، الله يبارك فيك. نعم والله انا بحييك، ويعني انا عندي تجربة مع اختي. نعم اختك؟ ايوه اختي. ايوه طيب. فهي طبعا في البداية يعني يمكن صعبة، البداية صعبة. نعم هي 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 جا كانسر، جا سرطان. ايوه قبل نعم. كان سنتين او سنتين طيب. شوي اقل من سنتين شوي. نعم نعم. والحصل شنو؟ والله هو بس كان في ورم كده في الثدي، مشينا فحصنا، عملوا فحص على العينة. نعم. الحاجات اللي بتتعمل كده في مدنة العينة. طيب. فطلع في ورم يعني. نعم. ورم سرطان. نعم. المهم في البداية طبعا يعني شيء طبيعي يعني، الناس عدم تقبل وشنو شنو صحيح وما بعث وكذا صحيح الموضوع يعني. نعم. احنا يعني بقدر ايماننا لربنا وانه الحاجات دي مقدر وشنو شنو، لكن نعم. ما طبيعة الانسان ضحطنا يعني. نعم. جلسنا شديد، لكن الله بعد ذلك سبحان الله حاجات مشت كويسه، حتى يعني المهم هي في المراحل الاولى الحمد لله يا اخي. ايوه نعم. ده نقطة مهمة يعني. يا هو الكشف المبكر والفحص المبكر. ايوه بعد ذلك بدينا في العلاج، اخذت جرح كيماوي. نعم. لكن الجرح صعبة شوية والله. الكيماوي يعني صعب، لكن صعب. شنو؟ يعني ناس تعمل افضل ما يكون يعني. ما تعمل كويس يعني، الناس تحاول يعني تعمل افضل ما يكون يعني تصل. ايوه 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 ايوه, يعني. أيوة. نعم. كيف يعني تعدت المرحلة كويس الحمد لله بدون مضاعفات يعني، ممكن نفس الشيء تكون المشكلة المضاعفات بتم وكذا، كريات البيضاء وكذا ما تنقص، لكن مشت ما شاء الله. طيب يا هيام لو سمحت لي، البيئة اللي حولكم او حولها، هي المحيط اللي حولكم في الحلة كان عامل كيف يتعامل مع الموضوع الاسري كده؟ نعم يعني المهم اللي احنا يعني لما مشينا احنا اكثر شيء كان يمكن غصب عليه، احنا كنا لما بنمشي المركز بتاع مدني بنشوف الحالات. نعم. بتحس ان الموضوع ما في شيء، انا بعد ذاك انا كنت يمكن ملازمه اكثر. نعم. خلاص؟ بحس انه ما موضوع، حسيت انه ما موضوع. نعم. يعني مرض زيه زي اي مرض، لكن يلا بتجي شنو؟ انا ما عارفه، لكن اشكاليه البيئه في الغرف. نعم. يعني شنو؟ البيت المفتوح. الفهم، الناس يختلفوا. نعم صحيح. افكاره. انتوا اللي حصل معاكم شنو كثير بشخصية فيما يخص المحيط بتاعك؟ هاي يلا يلا. نعم. شنو؟ بتلقى في 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 ناس انه الموضوع ده موت يعني. صدروا لها الاحساس ده انه خلاص. ايوه. نعم. لكن سبحان الله يعني احنا يعني يمكن نحن والاسرة عامة. يعني كنا ايجابيين تماما. ما في حاجة. حاجة يعني كويسة جدا. ممتاز. هاي الموضوع ماشي عادي. ما بيحتاج انه في حاجة في مشكلة بتاخذ في العلاج. نعم. اي يعني لكن شنو الناس اللي حواليك فيك بتجي الناس اللي ما بيفهموا الموضوع. ووصلوا لك احساس انه مثلا نعم. في ممكن زول السنة اللي فاتت مات كذا او امبارح اول امبارح. نعم. وفي ناس بيجوا يبكوا وما بعتكوا يا حليلك وكذا وما بينما في حالات يعني يعني داخل معاك، بينما في حالات انا اصلا عندنا قريبتنا لها 30 سنه متعايشه يعني. نعم. مع المرض. أيوة. طالما في خدمه. أيوة. طبيه وفي سند نفسي واجتماعي. أيوة. كويس. نعم. فكرت ايوه احنا حاسين في فكرت يا هيام يعني يعني فكرت انه ترحلوا ولا عملتوا كيف؟ والله يعني انت مرات يلا هسه في ايام الجرعه بتلقى انك بالليل بتكون مساهر معاها لانه في طمام كده غريب. خلاص في ألم. يلا بنكون بنهار مثلا المفروض يعني والله نرتاح ولا انت ترتاح ولا شنو ولا شنو ما بعرفه. صحيح. في كلام كثير انا ما عارفه اقوله كيف يعني. تفضلي تفضلي باي طريقه قوليه. يعني هم ما كلهم، انا طبعا اصلا ما كلهم ما كده. نعم. ما كل الناس. نعم صحيح. لكن انا حتى انا قلت يا ريت لو كان عندنا سجن او عندنا شقه في حته. العلاج تحديدا بس عشان ترحلوا ليها يعني. انا تخيلت كده والله يعني حاسس بالاحساس. هو انا طبعا الليله حيكون لو في دوت مهم من الناس حيقولوا شيء ثاني يعني. لكن نعم. متخيل صحيح. عشان كده لا كان لازم نقوله في جهاز اعلامي مسموع بالشكل. اي فيلا فعلا قال بوضوح ايوه للتوعيه العامه. نعم. الموضوع عادي
ما في شيء. يعني زي وزي اي مرض. وبعد ذلك الاعمال دي بيد ربنا. صحيح صحيح. احنا محتاجين لانه ندعم يعني ندعم مريضنا ده. صحيح. نفسيا نجلس معاه. صحيح. وهي زي ما بيقولوا اذا حب الله عبد ابتلاه. يعني نعم. يعني عبد ابتلاه. صحيح. وانا شايفه هنا يعني انا قاعده احس انه في احسن زوله فينا عشان كده ربنا حباها ادها الحاجه. نعم. طيب قبل ما انهي معاك بشكل عام صحتها العامه كيف هسه؟ كويسه الحمد لله تمام وما تقول شغاله هي. ده المفروض. شغاله في اسمها ما تقول بتمشي. ده المفروض. ما في حاجة ما في مشكلة. الحمد لله السلام. يا ريت تبلغي التحايا بتاعتي لي. يلا يا وليد يا وليد. الرفيقة بتاعتي نعم. يعني في الدرب. نعم. تجربة. محمد أنا طوالي بتكلم يمكن أتحلل بعد تقول قبليها. أيوة. عن مركز مجل. أيوة صحيح. صحيح. أنا ما أعرف يا ريت يا ريت أستاذ محمد بتيجي مدني تعال المركز. بجي والله هسه كنت الأسبوع اللي فات والله ذكرتيني ذاته بموضوع أنا والله كويس. خلاص. ما أنسى. يا وليد إذا أيوة. بتعرفوا ناس يدعموا يدعموا يدعموا. المرضى اللي هناك انا شايفه ناس راما ديل بيشتغلوا شغل يعني فوق طاقتهم. نعم. لا لا وليد عندي شغل كبير جاي في الموضوع ده ان شاء الله. اي عليك وليد عالم مدني خليهم ناس الخرطوم ديل جدا هو والله انت عارفه انا ذاتي وليد سرقته سرقه يعني هو جاي اربع يوم بالضبط لانه حيرجع ثاني عنده مواصلات علاج في الامارات انا ما صدقت انه وصل استلمته والله ما شهدته ذاته. اي والله والله دي حاجه يعني للبرامج بجد يعني نعم لفتة ما عادية يعني مهم ويخص شريحة كبيرة والله أشكرك يا هيام شكرا يا أخي يلا شكرا لك الله يديك العافية يديك العافية قبل تعلق يا وليد لأنه مهم جدا تعلق على هيام ناس مدني مركز مدني بالتحديد للأورام فيه مشاكل كثيرة أيوة. جدا بالذات في مخصص الكيماوي قريت تغير الصحفي بالضبط فيه مشاكل كبيرة والإصابات كثيرة هناك ما نتراصنا في الرمال يعني السرطان منتشر جدا هناك انا كنت قبل اربع يوم في مدني وخمسه يوم بالتحديد يعني غير السرطان ما عندهم غاز لهم شهر صدق والله العظيم جد والغاز ده قبل ثلاثة يوم ب 165 جنيه والله ما عارف هو كان وين يعني اختفى شهر وين انا ما فاهم ده موضوع ثاني خارج النص لكن لازم اقوله الحمد لله على السلامه ناس مدني الغاز جاب ب 165 جنيه لانه الفحم ما بتصرف الكيس ب 3 جنيه وتدمير للبيئه يعني بالضبط غير تدمير هو بهذا بيعمل لك الاحبام يعني بعدين الفحم ميزته انه ما بتولع مرتين الا فحم الدمازين الغاز تصفيه وتولعه ثاني يعني والتغذيه مهمه بالضبط في المعالجه الرحله العلاجيه للمحاربين والمحاربين نعم تفضل في تعليق علي يعني احيي الاخت هيام واخت المحاربه نعم وفي الرحله العلاجيه الغاسيه يعني هي غاسيه لكن بتهم بسند الناس وبيكون في رعايه طبية وصحية كويسة. نعم. وبالنسبة لي يعني في واجب على الحكومة وفي واجب للمجتمع ككل إنه تتوفر خدمات. نعم. بشكل يعني جيد وبسعر ذاته يعني يكون في يد الناس. نعم. لأنه أنت عندك الإحصائيات بتقول ما أقل من 12,000 حالة سنويا. نعم. رقم كبير جدا. عدد كبير والله رقم. أيوة يعني نعم. غير الحالات القديمة. فده بيحتاج يعني يكون البيئة الصحية والطبية مهيئة بشكل صحيح. كويس يعني ما. يعني الكيماوي لانه بسبب سخونه في الجسم لازم نعم. المركز اللي فيه العلاج يكون فيه تكييف يكون بارد صحيح يعني نعم. بعدين بنشوف انه هو حته الشعر تقريبا ولا ما في كل الحالات ما في كل الحالات مثلا انا مثلا اخذت العلاج الكيماوي قبل باخذ فيه وسع نوع مختلف نعم. ده بالعكس يعني الشعر بتاعي بقى اسمع عجيب لكن يعني نعم. بيتوجع شويه كده ففي فروق فرديه لكن نعم. بشكل عام هو هاي في الاعراض الشعر ارتبط والله في ذهننا كله لانه مرتبط بالصلع طوالي بيجيك صلع مجرد ما تبدا بالكيماوي يعني. وانا شعري يعني ما سمي الشديد لا لا ما شاء الله عليك لكن يعني لكن ده ما تواصل بالكيماوي فمهم نعم. يعني توفير البيئه الصحيه والطبيه بخدمات يعني صحيح ووسائل وادوات واجهزه نعم. ان تكون كويسه لانه عندك سخانه في الجسم صحيح. عندك حتى انا ذاتي جاتني يعني اللي هو ممكن يكون اسوداد في في الجلد نعم وحاجات يعني ده اعراض كلها بتم علاجها في اي حاجه اي عندها ايوه عندها علاج يعني نعم انا والله كنت عاوز تديني ملامح عامه على رحلتك العلاجيه تمام قبل ما اسمعك اللحن الجاي ده تمام يعني هي رحلتي العلاجيه بدت من نهايات شهر مايو 2015 وهي متواصل حد هسه ممكن تاخذ كيماوي
قضينا ياهو زي شهر في التشخيص. أيوة. لحد نهاية شهر يونيو 2015 بدينا العلاج. نعم. البروتوكول طبعا في بروتوكولات مختلفة للعلاج، خطط مختلفة. أنا البروتوكول العلاجي بالنسبة لي كان إنه في الأول علاج إشعاعي كيماوي مع بعض. نعم. 25 يوم علاجي، 25 جلسة بتاعت إشعاع. نعم. ومعاها حبوب شهيرة شوية يعني اسمها زيلودا. أيوة. دي بياخدوها يعني عدد كبير من الناس. نعم. ثلاثة صباح ثلاثة مساء، ده اللي بالنسبة لي أنا. ده علاج دايم؟ ده كان 25 يوم علاجي. أيوة. في الأول. نعم. اللي هو الإشعاع جلسة يعني مدتها نص ساعة. وبعد ذاك باخد ثلاثة حبات صباح ثلاثة حبات مساء. نعم. لمدة 25 يوم علاجي في 5 أسابيع. بعد المرحلة اللي بعدها كان العلاج الجراحي. نعم. العلاج الإشعاعي الكيماوي الأول غرضه الأساسي إنه يقلل الورم. أيوة. حجمه. نعم. لأنك أنت في العملية الجراحية بتشيل الورم وتشيل حوالينه كم سنتي. نعم. فهو أنا بحالة عشان ما يتمدد. أيوة. نعم. تثبته ذاته. طيب. وتقلله في حالات حسب القريته إنه ممكن 10% تقريبا أو أقل. نعم. ممكن العلاج الإشعاعي ينتهي من الورم ذاته. أنت عملت عملية. عملت عملية بعد ذاك العلاج المرحلة الأولى الإشعاعي والكيماوي قلل الورم بتاعي من 15 سنتي ل 3 سنتي. ممتاز. أيوة. بقى الخمس يعني. نعم بالضبط. حتى بعد ذلك عملت العملية. أيوة. نعم. يعني. نعم. أنت ما استأصلت لكن؟ لا تم الاستئصال. الغولون. محل الورم فقط. محل الورم. أيوة تمام. هي أنا شايف روحي محظوظ لأنه السرطان بتاع الغولون معروف إنه يعني من يعني أظرف الأنواع شوية كده. نعم. يعني ما زي الكبد ولا في الراس ولا أوكي. في الصدر دي الانواع صعبه شويه صحيح. وانا يعني بجد يعني تجربه غاسيه للناس اللي عندهم الانواع دي. لكن اي حاجه عندها نعم يعني علاج. الكيماوي حيستمر لفتره. ايوه بعد العمليه الجراحيه تم استئصال الورم وحوالينه اللي هي في المرحله الثالثه. انا كنت لانه المرحله الثالثه اللي هي دخل في الخلايا الليمفاويه بيكون من العضو دخل الخلايا الليمفاويه فتم استئصال الورم وحوالينه. نعم. وبعد ذاك بكون العلاج الكيماوي هو تثبيت يعني الورم انه الخلايا تحت السرطان انها ما تمشي لاعضاء ثانيه. نعم. لكن برضه هو لانه شويه مرض معقد ممكن يتنقل بالجهاز الليمفاوي او نعم. بالدم برضه يعني ما عنده نمط ثابت كلها توقعات واحتمالات. واخذت 7 جرعات من نعم. نوع علاج اول كيماوي. نعم. كان كل جرعه كل 3 أسابيع. اللي فيها دريب ومعه برضو الحبوب بتاعت الزيلودة دي ذاتها. أيوة. برضو 3 صباح 3 مساء لمدة 7 جرعات جرعة كل 3 أسابيع. نعم. أسيت عندك واحدة مؤجلة لحظنا إحنا جابتك السودان يعني كان مفترض يكون الأسبوع الفات الهودة نوع مختلف بتأجلت يعني. لحظة الجاي زي ما أنا فذاتي جرست يعني من لي 9 شهور يا أخي من السودان جرست صعب بصراحة صعب لا رجي ولاقي الناس جدا أبيلي أنا حسمعك لحن نعود للتواصل سلام عليك لو شفت مرة تحس بيه سوداني جد سلام عليك لو شفت مرة تحس بيه سوداني جد سلام عليك كل شيء في قعدته وقته ومشي سوداني جت في كل شيء في قعدته وقته ومشي في ضحكته في نظرته قولت كده سوداني جت سلام عليك تلقاه في تلك الأخير من الكرم تبرق عينيه سوداني جد سلام عليك
والفهم سودان فينا لو نعم عز الرقى وعز العدم عز الرقى وعز العدم عز الرقى وعز العدم عز الرقى وعز العدم وعز الرقى وعز العدم وما بغير الحال عليك سودان جد سلام عليك سودان من مالك ولد ما خوفك من أخشلك سودان من مالك ولد ما خوفك من أخشلك كل البلد بعز بنات كل البلد بعز بنات كل البلد بعز بنات كل البلد والمملوك ما يتولد سودان في عشق ناري سودان في سكر ناري سودان واقدم الليالي بي ام اف ام قصة الامس واليوم أينما كنتم ما زلنا معكم على الهواء مباشرة المحارب الأفاتار وليد نجر معنا شكرا أكد الجلاد هم أنا عرفتها أنه عندهم مبادرة في أيوة رمضان أيوة يعني نعم. سودانيين بجد هم وشالين هم البلد وزي ناس كتار يعني نعم. والعرفتهم بارح أنه يعني عندهم مبادرة عن التوعية عن السرطان بشكل عام حتكون في رمضان الجاي يعني بدوا يعدوا لها بشكل كويس ضمن المناشط بتاعتنا الغنائيه نعم وانا ذات ان شاء الله يعني غايت الظروف لو سمحت ححاول اجي واحضر الحفلات بتاعتهم والله رغم انها مرهقه لكن حضورك مهم يا وليد ان شاء الله ان شاء الله اصلا هم شايل بعض يعني صحيح بالضبط ما في يعني نعم. فانا حيين شديد على المبادره دي زي في مبادرات ثانيه كثيره شغاله نعم. حول التوعيه اللي هي موضوع مهم جدا محتاجين والله محتاجين أيوة بجد يعني سرطان يعني. وحاجات ثانيه كثيره جدا محتاجين فيها توعيه والله طيب نمشي مرحلة ثانية اللي هي مرحلة إنك بديت تدون علاقتك بالسرطان أيوة. وتجربتك على مستوى السوشيال ميديا بشكل عام يعني أيوة تكلم كده عن التجربة دي شوية أنا كان الهمني حول الكتابة ذاته يا هو السيرة الذاتية حول الموضوع ده اللي اتنشرت اللي هي زي كتاب السفير نور الدين سعدي حول تجربته وفي كتاب تاني برضو حول تجربة طفل عنده كانسر وأسرته اللي هم يعني قرايبنا اللي هم أمه اللي هي عديلة وأبوه اسمه نجيب فديل برضو عندهم كتاب تتطبع برضو حول التجربة فديل كانوا أنا شايفهم حاجات مهمة التدوين حول التجربة وعرضها للناس وكده بتزيد ذات الوصمة وتوري صحيح. الرحلة العلاجية ومشاكلها والحلول المتاحة صحيح صحيح فبرضو كان بديت أقرأ كتاب أنا شايفه مهم جدا الناس تقرأه اسمه يوميات السرطان نعم هو لكاتب أمريكي صحفي
عن تجربة زوجته وتجربتهم الاثنين مشتركة حول ده كان ملهم بالنسبة لي. أيوة يعني هو لأنه طريقته أنا عجبتني يعني تكلم عن الحياة واللايف ستايل وحتى ضحض الدراسات اللي بتتكلم عن يعني نمط الحياة هو المسبب الأساسي نعم إنها دي يعني ذاتها فيها تحيزات طبقية واجتماعية معينة نعم يعني مثلا الناس حي ودنباوي لو عندهم نمط حياة معين يسبب السرطان بتاع القولون ما معنى ناس مبدأ أو الدين صحيح نعم يعني حيحصل لنا نفس القصة دي ففي فروقات فردية واجتماعية عشان كده الدراسات وضح هذا مثلا ده كان جانب مهم جدا بالنسبة لي ويقول لك مثلا لو أكلت معارف شنو كده دي الحد تعالج لا صحيح الأي الكيماوي والإشعاعي والله ذكرتني حاجة يا وليد احتمال يعني التوعية البسيطة بيبقى مريض السرطان هو عرض خصب جدا للدجل والشعوذة والقدور يعني صحيح الكلام ده أيوة يعني حتى في المجتمع الغربي ذاته يعني هسه كان مارجة الناس بتكون قريتها يعني اللي هي عن فيتامين بي 17 طيب تم ضحط الكلام بتاعي انه هو بعالج السرطان وحتى يعني انا مثلا بشيد مثلا بالوزارة بتاعت الصحة في الامارات طلعت هي ذاتها منشور انه لا الكلام والدراسات اثبتت انه كلام خاطئ هذه نقطة مهمة جدا يعني تحتاج حتى من الجهات الحكومية تكون هي مراقبة وعندها كنترول على الحاجة دي يعني صحيح بالبورد الدجل والشعوذة بخش برضو في الموضوع أيوة بالعكس في حالات كثيرة يعني هي بسبب انها مثلا علاج بالأعشاب يقول لك وكذا حتى الأدوية عبارة عن أعشاب مستخلصة يعني أو مواد من الطبيعة لكن تم تجريبها على عدد كبير من الناس حتى تم إجازتها أوكي ففي حالات كثيرة أنا قريت عنها وسمعت عنها بالعكس العلاج ما مضبوط ده هو بالعكس السبب في إنه يعني يتوفوا يعني يخلي الحالات في مراحل متأخرة نعم فمهم الناس تمشي بالرولز اللي هي التجربة الإنسانية دي يعني هي تجربة علمية ودقيقة وكذا أفضل تمشي بها من صحيح لكن في نفس الوقت برضو تكون في مشكلة تانية إنه العلاج ذاته مكلف الاحتمال ذاته بيدي الناس نعم الحجة والسبب انه يمشوا في الاتجاهات الثانية واللي هي اتجاهات ما مضبوطة يعني نعم طيب التدوين بدا بالضبط امتين بديت شهر 9 اعلن شهر سبتمبر 2016 اعلنت انه انا حابدا تدويني حابدا تجربتي بديت تدوين فعلي في شهر يناير يا هو 2017 كتبتها في الفيسبوك بشكل يوميات سميتها يوميات محارب للسرطان ايوه ما كلنا متابعين طبعا ايوه فهي حاولت اذكر فيها التجربه بتاعتي والوضع بتاعي الحالي واحاول استرجع الرحله من بدايتها اللي هي في شهر وتخلي الناس معاك انفولف انك ماشي على الجرعه جاي من الجرعه كده يعني دي كان بوستات بعد ذاك يوميه ففعلا وزاته يعني التفاعل الناس والله هو كان اكبر سند لي حول انه زولي واصل الكتابه يا سلام فدي كان انا يعني شاكر شديد لكل الناس يعني حتى اللي بيسالوا وفي رسائل كميه وعندنا ارث يا هو السوداني يعني ده السوداني بجد اللي هو ارث تضامني مهم جدا جدا انا شايفه وافادني جدا انا في الفيسبوك عمل لك اصدقاء مبالغه يعني انا بتخيل ايوه حتى بشكل مباشر يعني من برا الفيسبوك يعني هو زي ما قالوا يعني الفيس ما كعب كعب الفيس الكعب يا وليد كعب الفيس الكعب ده الفيس الكويس ايوه يعني انا بالنسبه لي كان يعني مهم جدا الدعم والسؤال المستمر وحول الجرعه والليله ماشي الجرعه بتاعت الكيما والتحاليل والاسكان بتاع الجسم فشاكر الشديد لكل الناس يعني رجال ونساء وقفوا معاك يعني ايوه وسندوني يعني سند كبير صحيح وده طبيعي يا وليد انت زول ما سهل يعني انت زول شغال في الطوعي ده طولتها يعني ما هو برضه ده واجب مع الاخرين بالضبط انا يعني شايفه واجب يعني بالضبط طبيعي بلدنا والسودان صحيح كلنا يا هم بنحبه والله بنحبه حب شديد يعني السودان ده بجد والله انا ذاتي يا هو يعني نفسي انتهي من الرحله بتاعتي عشان تجدي صغير صحيح مجاهد عندك لنا شنو تمام نسمع ما بنختلف
درسني بس عنهم هواك هواك واحفظ حروف وحرف حرف ما بنختلف ما بنختلف وقت السكون حرف الوقف أول بشيل أطمدي وقت السكون حرف الوقف واكسر أيواني أمامينك واحفظ ملامحك بالوصف أنا ببقى زي غيث زي جميل أبكي وأجن أشكي وأعيب ببقى زي غيث زي جميل أبكي وأجن أشكي وأعيب وقلبي مريد زمان قالوا أن كان ناس غريب ما بيختلف ما بيختلف درسني بس كانوا هواك هواك بحفظ حروف وحرف حرف ما بيختلف ما بيختلف ما بيختلف ما بيختلف سامعني والله سامعني والله سامعني والله سامعني والله إذا نسيت ما تبقى صارف منصرف لو حتى حق الريد أهان أنا لي عليك حق الولف ما بيختلف ما بيختلف
على الهواء مباشرة. ما زلنا معكم أفاتار المحارب وليد النجر. سعيد جدا بأنه يكون معي خلال هذه الحلقة نقل تجربة مهمة للسودان وخارج السودان. وأتوقع أن يكون وليد واحد من أفاتارات العالم في السودان فقط. المرض عالمي. أي والله المرض عالمي. نبدأ في السودان. الأقوياء شوية قلال بيقول أيام دي في محاربة هذا العدو العضال. يعني نحن أنا معي وصال عز الدين من المبادرات النسوية للتوعية بسرطان الثدي. ألو. مرحبا. أهلا وسهلا. السلام عليكم وصال. كيف أحوالك؟ عليكم السلام. أهلا يا أستاذ محمد. إديك العافية. وإن شاء الله أخي بالتوفيق في كل ما أنتوا قاعدين تقوموا به. وأسا الله يخليك. أنا معي وليد. وتفضلي. هو معك. أيوة. الهواء. والله أنا في البداية طبعا تحية الصحة والعافية لكل السودان يعني. نعم. وتحية تقدير واحترام كبير جدا لأستاذ وليد لإرادته الجوية ولعزيمته في محاربة السرطان. نعم. وتحية لك أنت في اختياراتك الموفقة دائما للمواضيع المهمة يعني بتمس المجتمع. الله يخليك. نعم. في البداية لو سمحت لي أنا بس عايزة أعرف عن المبادرات النسائية عن المجموعة. نعم. وعن الدور بتاع التوعية اللي احنا بنقوم به في المجموعة. نعم. الحقيقة المجموعة يعني أساسا اتأسست هي منظمة توعية مجموعة المبادرات النسائية. طيب. اتأسست سنة 97. نعم. هي بتعمل في مختلف المجالات اللي بتخص المرأة في تثقيف وتوعيته ورفع مقدراته واكتسابه للمهارات المختلفة. لكن اهتمينا بجوانب كثيرة. الجانب المهم جدا اللي بخصه يعني في الوقت ده اللي هو الجانب الصحي. نحن اهتمينا تماما بالجانب الصحي وده كان عبر التوعية عن سرطان الثدي. برنامج التوعية بتاعنا في المبادرات اللي هو برنامج الاكتشاف المبكر لورم الثدي نحن بديت اسميته. بديناه سنة 2000. طيب. من 2000 يعني لو لاحظت دي مدة كبيرة جدا ما يقارب 17 سنة. عام. نحن شغالين في مجال التوعية وأهمية الكشف الذاتي. نعم. عند النساء وأهمية التوعية بسرطان الثدي. طيب. الحاجة دي بديناها عبر عيادات متحركة وعيادات ثابتة. نعم. تحديدا العيادة المتحركة. طيب. فيعني أنا بس بقول إنه يعني بشيل أول حاجة بدور الصيدلية زي ما قلت. نعم. وبقول إنه التوعية مهمة جدا. صحيح. جدا جدا. صحيح. طيب يا أستاذ وصال من خلال عملكم من عام 2000 لحد هسه كيف النتائج كانت؟ ورينا حبة النتائج وسط يعني ثمار التوعية دي كانت حجمها كيف؟ طيب طبعا زي ما نحن عارفين إنه المجتمع السوداني والقصة بتاعت شوية الفهم والوعي في الحتة بتاعت الوعي الصحي دي عندنا شوية ضعيفة. نعم. والبداية حقيقة كانت يعني صعبة. يعني لأنه أنت بتطلع بتتكلم في مجتمعات مختلفة. نعم. في مختلف الأنماط. فما بتلقى القبول خصوصا موضوع السرطان زي ما أنت ذكرته. ووصمة في بعض كبيرة جدا. صح. دي مشكلة. آه. والله. نعم. مشكلة والمجتمع ما بيتقبلها. مش المجتمع. انت الشخص ذاته عشان ما انت تحاول توصل له والحاجة دي صعب انهم يتقبلوا في الاول. بيكون في حالة دينايل ونكران انه ما عنده وما عايز يسمع. الفكرة في انه نحن كنا بنمشي. نعم. مناطق مختلفة جدا بنلقى صوت رهيب جدا طبعا من النساء. طيب. وما بيسمعونا. او ما عندهم الرغبة يسمعوا. ممكن احنا نعمل محاضرة. نعم. لمنطقة كاملة يكون فيها قريب لـ300 سيدة يقعدوا لنا 5. فالحاجة دي كانت صعبة جدا في البداية لكن لأن احنا اصرينا ولأن التوعية بتشكل 90% من العلاج. نعم. فنحن اصرينا ان احنا هنستمر في البرنامج. نعم. والحمد لله حقيقة في فريق يعني من 5 سنين الأولى للعشر سنين الثانية وأنا أشيد بدور النساء حقيقة في 3 سنة الأخيرة بيجا في دور كبير جدا للتوعية. نعم. بيجا في تقبل بيجا إن هم ممكن يسمعوا ويقوموا بالكشف الذات زي ما إحنا بنعلمه. نعم. وعندهم القابلية إنه يعرفوا أكثر عن المرض وكذا. الحمد لله رب العالمين يعني.
ونتمنى لكم التوفيق. والله اذا عندك سؤال لوليد او وليد عنده لك سؤال تفضل. لو حييك يا استاذ وصال والمبادرات النسويه طبعا يعني جهه مهمه جدا والعيادات المتحركه مشهوره واشيد بتجربتكم يعني واصراركم على التوعيه والعمل فيها. يعني تتكلم عن 5 من 300 ولا عدد كبير ميات لك 5 في الاول فالاصرار يعني اشيد به. وده اتكلم عن نفسي موضوعك اللي هو للاسف يعني مجتمعنا فيه مفاهيم شويه ذكوريه زي ما بنقول فالرجال يعني حتى في دول كثيره بيكونوا رافضين يتكلموا عن السرطانات المتعلقه بين زي سرطان الخصيه وسرطان البول والثدي والبروستاتا يعني في 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 المفاهيم دي لازم نفكفكها يعني. وانا اشيد بالنساء يعني عموما في السودان يعني مضاد بجد يعني والثلاثه انواع دي اخطر انواع السرطانات تخيل لي يعني اللي هي صعبه جدا يعني فالنساء بجد يعني في الوفيات في السنوات الاخيره في العالم كله تحديدا عندنا هنا في المثلث السودان والصومال فبتشكل مشاكل يعني. هو اصلا الغرب الافريقي ده قصته قصه كبيره نعم صحيح. ففعلا النساء بلادي يعني انا احييهم من هنا انهم مناضلات وصنديدات زي ما بنقول سواء في السند ولا في التقبل للمرض يعني حتى في دول كثيره هم قادرين يتقبلوا ويقاوموا المرض بالحياه مزيد من الحياه. نعم انا اشكرك جدا يا وصال الله يخليك الله يخليك. احنا جاهزين انا شخصيا بشكل شخصي جاهز لاي حاجه انا ممكن افيد بها في 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 جداً. منظمتكم يعني جدا شكرا لك يا استاذ محمد شكرا لك كثير جدا وعلى المداخله. نعم وبرضه لو سمحت لي انا بحيي كل المنظمات العامله في نفس المجال وجهودهم المقدره في التوعيه وفي في رفع التكلفه على الناس يعني في العلاج وفي كل المجالات وتحديدا يعني كل المجالات العامله منهم ناس راما برضه بحييهم على جهودهم المقدره جدا في المحاربه. وبتمنى انه كل الناس تتضافر مع بعض وتجيب وقفه واحده عشان نتمنى انه بعد لو وضعنا خطه كده نقول بعد 5 سنين انا بتمنى انه السودان خالي من سرطان الثدي ان شاء الله يا رب وكل الانواع ان شاء الله ان شاء الله. شكرا وصال تسلم الله يعطيك العافيه شكرا جزيلا. التواصل معكم يستمر نحن باقي لنا زي ثلث ساعه تقريبا او ربع ساعه هنحاول نقول فيها كل الكلام المهم. طيب معلومه عامه انا عرفت انه المدونه بتاعتك وكل ما دونته انت حيتحول لكتاب أيوة مطبوع أيوة يعني ايوه ايوه, أيوة يعني جات مبادره كريمه من اشخاص عزيزين اللي هو محمد الحسن المهدي الشهير بفول وايمن حسين انه يعني اول ناس بادروا انه اليوميات تتحول لكتاب. ايمن حسين الفوتوغرافر المقيم في القاهره ايوه ايوه ايوه, أيوة يعني هم عندهم دار بتاع نشر برضه جمعيه اصدقاء مرضى السرطان بالشارقه اللي هو انا متطوع معاهم اكبر جمعيه في الامارات فهم برضه بادروا بانه يعني على الاقل يكونوا شركاء مع ناس ايمن ومحمد في انه يعني بحيث انه يتنشر في معرض الكتاب الجاي اللي هو معرض الشارقه الكتاب معرض كبير جدا صحيح على مستوى الاقليمي فهم يعني برضه مرحبين جدا انه نكون على الاقل شركاء في العمل ده. وكم دار يعني كم نفر بادروا وحتى اشيد بمحمد عطيه صديقي الاصغر مني يعني هو ترجم اليوميات اللي اتنشرت الثلاثة حلقات للإنجليزي بحيث انه تتنشر ان شاء الله حتتنشر في كم موقع فهي يعني التوثيق مهم يعني طبعا طبعا حيفيد اجيال جايه كثير جدا والله ان شاء الله. انتم تقريبا 20 محارب يلا ايوه انا بادرت بانه نعمل جروب تضامن بيناتنا كمحاربين ومحاربات في الواتساب ولا في الواتساب طيب. وحاليا نتبادل فيه الهموم والمشاكل ونشكي ونبكي لبعض شعرت حتى نشنو يعني كده تمام ويعني فجروب مفيد جدا جدا لانه فيه انواع مختلفه من السرطانات فيه واشخاص في اعمار مختلفه والجروب بالنسبه لي مدهش شديد يعني هو جروب خاص بينا لكن يعني بتفيدوا بعض شديد طبعا ايوه يعني, والناس بجد يعني يعني ما بتقبل الموضوع بروح طيبه وبتتبادل المعلومات الناس اللي بتعالجوا في مصر في الامارات في السودان نتبادل المعلومات والهموم دي زي ما قلت انت قبيل اول سلاح للمحارب هو تقبل ايوه فالتقبل ذاته محتاج يعني هم ذاته المحاربين يتضامنوا مع بعض والجروب مفتوح يعني هنا بقول لاي شخص من المحاربين او المحاربات او حتى يعني اتحنا الفرصه لعدد بسيط اللي هم الناس المرافقين لمحاربين يعني ما بيستخدموا الفيسبوك دخلنا معانا عدد ممتاز بسيط جدا ممتاز بحيث انه يتبادل المعلومات. انا امنياتي انه يعني الجروب ده يكون نواه حقيقيه لانه نعمل جسم دائم
عن يعني يدعم او يشتغل في التوعيه عن السرطان في السودان بشكل عام. نعم وماشيين بالراحه بالراحه، لكن عشان دايرين نمشي بشكل هنا لازم يكونوا اصحاب المصلحه من القضيه المعينه يكونوا اساسيين. صحيح. ودي حاجه مهمه جدا يعني. نعم نعم. وان شاء الله حنضم معانا الاسر والمهتمين بالمجال وحتى المبادرات زي شارع الحوادث وغيره يكونوا شركاء. نعم. معانا. صحيح. انه نعمل جسم يعني قوي. ممتاز جدا. طيب انا عندي المحور الاخير حاجه وبعد ذاك اللي هو ترشيحك لمنظمه صنع الامل. أيوة. اللي هو مسابقه صنع الامل عفوا. أيوة. اللي هي مفترض يتم ترشيحك انت تحديدا، ده نتكلم عنها بشكل مستفيض لانه اخر محور، لكن نقول عرفة قالت ما في زمن، لا في زمن الليله، ما في طريقه، في زمن حنتكلم لانه ده موضوع مهم شديد يعني. هنقول لابد يوم باكر يبقى خير يا مجاهد ولي راجعين.
كان ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. وليد النجر محارب الأفاتار معنا من خلال هذه الحلقة الخاصة جدا بوليد كتجربة وبشكل عام توعية بمرض السرطان بشكل عام. وصلنا يا وليد للمحور المهم والآن من قبل مؤجله في النهاية لأنه مهم أنا بالنسبة لي وهو ترشيحك للمنافسة بتاعت صنع الأمل لمحمد الراشد المكتوم. وانا شخصيا مرشح تمام من كويس جدا من واحد. كلمنا عن المنافسه دي والمسابقه دي. ايوه هي المسابقه لصناع الامل المبادرات الاجتماعيه في العالم العربي. يعني تحاول تاثر في المجتمع وتغير فيه للافضل وتبث الامل في الناس. والجائزه بتاعتها مبلغ مقدر اللي هي 1,000,000 درهم اماراتي. أنا ترشحت لها بمبادرة مدة سنتين بشكل مشروع عن التوعية المبكرة والتوعية والكشف المبكر في السودان. في السودان بالتحديد. ولمدة سنتين بحيث أنه يتم توفير الفحص المبكر لسرطان الغرام بالتحديد. وشغل توعية حول الوصمة الاجتماعية وحول الكشف المبكر ذاته. وده فعلا عاوز قروش. أيوة بجد. لأنه هتعمل مراكز وعاوز متخصصين وكده يعني.
نعم. هذا المشروع بتاعي المقدمه للمسابقه واتمنى انه افوز. هو الترشيح 200 والنتيجه 200 عشان نسينا على هو فيه كم مرحله. ايوه الترشيح الاولي تم واسع بعد اقل من اسبوع حيعلنوا زي 12 نفر مترشحين من العالم العربي للمرحله اللي بعديها. انت انت في ال 12 ديل؟ لما لسه بتسهر بعد ايام مفروض. نعم وبعد ال 12 نفر ما يتم اختيارهم ثاني بيتم اختيار خمسه نعم أنفار والخمسة ذاتهم بيتم اختيار نفر واحد اللي هو بياخد المليون درهم والأربعة البقية تقريبا في جوائز تشجيعية في المشروع. فأنا أتمنى إنه يعني الناس والله نتمنى يا وليد وحتى لو فازت أي مبادرات مهمة يعني نعم. تعليم بلا حدود وشرع الحوادث نعم. وكم نفر مترشحين كله والله مهم. أيوة وكله بشيل بعضه يعني. أيوة كله مكسب للسودان إن شاء الله. صحيح والله أتمنى لك يا وليد أيوة. التوفيق والصحة والعافية. كلام أخير في دقيقة أيوة. لمن تشاء شكرا لكم كثير لناسك لحبايبك للفرد صحبان الدفعة ليزول. شكرا كثير لمين الأزرق إنها استضافتني وشكرا ده الواجب كثير للمجتمع السوداني كله يعني ثقاف حول القضايا اللي بتهم البلد وكلنا هما على البلد صحيح على. شكرا كثير لتشجيع لي ودعما يعني كان سنة معك. أكبر سنة لي يعني. يدنا معك يا وليد الله يخليك وبعدين مين تعال كلنا مع بعض. أبشر يا سيدي أشكرك 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 شديد يا وليد يا أخي بالصحة والعافية وتحيات لكل المحاربين والمحاربات. نعم دي المهمين جدا نقوله تحديد وسرهم. نعم نعم وان شاء الله الطريق بتاعنا هو طويل والرحله طويله زي نعم. صحيح تجي اجيال جايه ايوه تجي الارض هي مكتوب علينا لكن حنواصل فيها وحنستمر نعم. ان شاء الله. وده الجانب الايجابي في الموضوع المأساوي ده يعني انه تطلع مبادرات زي دي ايوه ايوه نحاول نقول الجانب الايجابي في الكانسر ده انا وليد يعني الله لانه بتبقى الجمله ما هي تجربه غاسكي لكن يعني صحيح. الناس تحاول صحيح تحاول لحاجه يعني. ربنا كرسك انت نقولوا انت او يعني زي ما بيقولوا الجمله دي كان حلي اللي هو ربنا بكرس زول اللي زول بيعمل لي حاجه كويسه يعني ما اعرف يسخره بالضبط فربنا سخرك يا وليد ان شاء الله تحول يعني نعم الالام بتاعتنا لحاجه صحيح. صحيح ربنا يديك العافيه رحله طويله لكن ان شاء الله حننتصر فيها نعم. وليد عثمان النجر كان معي في عرض تجربه كامله زي ما سمعتوها قبل شويه وانا عندي راي بانه وليد يمكن ان ينقل هذه التجربه عالميا ليس في السودان فقط لكن قالوا ننظف بيتنا اول ونظبطه بعد ذلك بنطلع لبرا رشح وليد في منافسه صناع الامل راشد المكتوم عشان نقدر نستفيد كلنا اجيال جايه تلقى الأرض ممهدة بالتوعية والعلاج وكله صادق السر أخرج هذه الحلقة عرف سعدت في هذا الإنتاج مجاهد مجاهد قسم السيد في طبيعة الحال نعم إن شاء الله كلنا منتصرين هندسة الصوت عادل صور هذه الحلقة وعادل الثاني عادل عبد الرحمن أعضاء هذا المكان لكم تحياتي في كل مكان محمد محمود سكون استتلاقا إن شاء الله الخميس الجاي مبادرات أجمل حد الوقت ذاك خلواكم في روحكم وأبعد من المشاكل وربنا يوليكم في الصحة والعافية شكرا السلام عليكم. صحوة ذكرى المسيا بعدك وين الحنية صحوة الذكرى المنسية بعدك وين الحنية بتعدي مواسم تروح بتعدي مواسم تروح الذكرى بتبقى لابدية تصبح أبدية فرحة يا واحة لا تعيني الصباح بعدك الدنيا بتشغيني وفايا بعدك تواها حزن الخيم في قلبي أيامك فاتت وفواها
فرح الواحة بين عيني وصباحة بعد الدنيا بتشقيني يا بعد حزن الخيام في قلبي قلبي وراء الفرحة صحن الذكرى المنسية لا 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 بعد ويلك مني صحن الذكرى المنسية بعد ويلك بتعدي مواسم تروح الذكرى بتبقى لا بديلة الذكرى بتصبح أبدية فطرت بحنان الفايت منا في اي مكان لو قابلت انا شوقة يا علي عصفور من روح كلمت وصيت نفسي سهل عنك اسمك في جناح فطرت بحنان الفايت لو قابلت أنا شوق الدنيا عليك بتعدي مواسم تروح بتعدي مواسم تروح في ناظنك ما ناظنك في ناظنك ما ناظنك صحو الذكرى المنسية بتعدي مواسم تروح فرقة بتبقى لا بديل الذكرى بتصبح أبدية طويلة طويلة طويلة
ريت جنبك صاحي.